ان احنا نترجمه فعلا الاكل النهارده، لان انا عايز خلاص الاكل التنفيذيه بتاعتي، ممكن نطلع قوانين زي الفل وبعدين نيجي نترجمها. اللائحه التنفيذيه ما تساعدكش ان انت تترجم هذا القانون، ما زال موجود في اللائحه التنفيذيه قرب تقريبا على 7 شهور. واللائحه التنفيذيه اللائحه التنفيذيه واحنا بنشتغلها حريصنا ان احنا نعمل لقاءات وورش عمل مع 17 وزاره اللي متداخله معانا. يعني احنا مش قعدنا هنا نفسنا في الجهاز وقلنا ادي القانون بقى تعالوا نعمل اللي عايزينه وقعدنا عملناه، لا بالعكس، احنا بعتنا لكل الوزارات وكل الهيئات كل فيما يخص من القانون، وعملنا اكثر يعني جلسات مطوله وخدنا الاراء معانا وبقينا نقعد ونصلح ونعيد، لان احنا كلنا لينا هدف في الاخر، هدف واحد ان احنا نقدر ننفذ هذا القانون والايجابيات اللي موجوده في هذا القانون. القانون كان فيه 6 محاور او 6 بواب زي ما بيقول. اهم محور فيه ان احنا تعريف ايه هو المشروع الصغير المتوسط المتناسب. احنا في الفتره السابقه بنك المركزي لديه تعريف، الرقابه الماليه لديه تعريف، جهاز المشروعات لديه تعريف، القانون بتاع صندوق الاجتماعي، شركات تاجير التمويل، يعني ما كانش فيه تعريف موحد للمشروع الصغير ايه هو ومتناهي والمشروع المتوسط. المشروعات المتوسطه طبعا دي شريحه جديده على جهاز تنميه المشروعات ان هو يشتغل فيها. ابتدينا ان احنا ننسق مع البنك المركزي عشان نصل لتعريف موحد لهذه المشروعات. ارتقينا ان رقم راس المال في السجل ما بيعبرش قوي عن المشروع، فممكن استند ليه في المشروع الجديد، لكن لما يكون مشروع قائم اكبر حاجه تعبر عنه هي رقم اعمال، فقلنا يبقى تعريف المشروع برقم الاعمال اللي موجود، وحطينا شرايح. ومن المرونه اللي احنا حطيناها في هذا القانون ان ممكن بالعرض على دوله رئيس مجلس الوزراء نقدر ان احنا نخفض ونعلي الحد الادنى بنسب متفق عليها بعد العرض من مجلس اداره جهاز المشروع. ومجلس اداره الجهاز برضه عشان تبقى حضراتكم تعلموا، وطبعا برئاسة دوله رئيس مجلس الوزراء، ومعانا في العضويه 7 وزراء ذات صله غير نائب المحافظ البنك المركزي، معانا وزاره التخطيط، معايا الماليه، معانا التعاون الدولي، معايا طبعا تجاره وصناعه، معانا التنميه المحليه، معايا وزير الشباب، في وزير، في حد تاني ناقص منظور، ونائب محافظ البنك المركزي، ومعانا 5 من ذوي الخبره من اللي هم بيشتغلوا في رياده الاعمال القانونيه المشروعات الصغيره.